خلينا نروح لمراسلنا في مختلف مقرات النادي الأهلي. هنروح لمحمد توفيق زميلنا العزيز من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزميلتنا العزيزة كمان هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد. يا محمد أهلا بيك. اهلا بك يا كريم، اهلا بك يا امير، مساء الخير، برحب بيك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. معاك من هنا من فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره لمتابعه ورصد الاجواء قبل انطلاق مباراه الاهلي والاتحاد في اطار مباراه الاسبوع ال27، واللي بننتظر كلنا باذن الله تحقيق النادي الاهلي الفوز وتحقيق الثلاث نقاط والوصول للنقطه 74 والاحتفاظ بلقب الدوري وتحقيق اللقب الثاني وال40 ان شاء الله، ليبقى درع الدوري العام في مقره الدائم والمفضل بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن يا امير الصوره باينه من ورايا، اقبال كبير جدا من الاعضاء هنا اللي حريصين ان هم يشاهدوا المباراه ان شاء الله من النادي الاهلي بالجزيره هنا، وباذن الله ونحقق الفوز النهارده والثلاث نقاط، وكمان يحتفلوا ويكونوا حريصين بالاحتفال من داخل مقر النادي الاهلي الرئيسي هنا بالجزيره. الاقبال الكبير دوت قوبل من الاداره التنفيذيه بمجهود مضاعف، كانت حريصه جدا عشان توفر كل سبل الراحه والامان لجميع الاعضاء المتواجدين داخل الفرع هنا. يمكن بدايه كده لما تيجي تخش من على الباب، اجراءات احترازيه، قياس درجه الحراره، المرور بوابات التعقيم، الحرص التام على ارتداء الكمامات لجميع رواد النادي، مجهود اكثر من رائع. ان شاء الله يكلل اليوم ان شاء الله بتحقيق الفوز والثلاث نقاط والوصول للنقطه 74 وتحقيق اللقب الثاني وال40 ان شاء الله. يمكن كمان عشان التباعد الاجتماعي وتوفير السبل الراحه والامان للاعضاء الموجودين هنا داخل الفرع، تم وجود اكثر من شاشه بخلاف الشاشه الرئيسيه الموجوده خلفنا في الصوره، تم وجود اكثر من شاشه في اكثر من ركن من اركان النادي هنا في الجزيره علشان يكون في سهوله ويسر في متابعه المباراه، ويا رب يكلل مجهود كل الناس سواء هنا في النادي او ان شاء الله في الملعب، سواء لاعبين او جهاز فني او اداري، ان شاء الله بالفوز بالثلاث نقاط وتحقيق اللقب المفضل لجماهير النادي الاهلي وهو لقب الدوري العام، ليبقى درع النادي الاهلي ان شاء الله داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره هنا، المقر المفضل لدرع الدوري. امير معاك لو في اي استفسار. طيب خلينا نروح لهنا ابو القاسم زميلتنا العزيزه من مقر الاهلي بالشيخ زايد. برحب بيك يا هنا، وقول لنا كل الاجواء عندك ما قبل انطلاق مباراه اليوم ما بين الاهلي والاتحاد. مرحب بيك يا امير، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه ان الاجواء هنا في نادي الاهلي فرع الشيخ زايد اكثر من رائعه، في حماس طبعا زي ما زميلي محمد توفيق قال، كل الجمهور منتظره المباراه. لو فاز النادي الاهلي هيتم حسم البطوله ال 42 للنادي الاهلي، وهيكون الدرع في النادي السنه الخامسه على التوالي فرع الجزيره. طبعا حابه اقول ان الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي منتظرين بدايه المباراه، يعني بشكل اخص حوالين الشاشه الكبيره منتظرين بدايه المباراه. لكل الاعضاء اللي حابين يتواجدوا في النادي، حابه اطمنكم ان كل الاجراءات الاحترازيه متاخده، بيتم التعقيم على البوابه بشكل كامل، وكمان كل المسافات متاخده بين الاعضاء لسلامه صحتهم باذن الله. ان شاء الله كلنا نفرح النهارده. هنا انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر زميلي العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بمقر الجزيره، وايضا بشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم مراسله قناه النادي الاهلي بالشيخ زايد، وقالوا لنا كل الاجواء قبل انطلاق مباراه اليوم الهامه جدا لحسم بطوله الدوري الممتاز باذن الله.